بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم طلاب الفرقة الثانية انتظام كلية التجارة وادارة الاعمال في مادة الاقتصاد الكلي. النهاردة ان شاء الله المحاضرة الاخيرة هنتكلم فيها عن اخر جزء في الكتاب، الجزء اللي احنا بدأناه الخاص بنموذج ISLM. محتويات المحاضرة النهاردة هنتكلم عن عرض النقود، هنراجع عليه سريعا، ثم الطلب على النقود، التوازن في سوق النقود، والتوازن الكلي في سوق السلع وسوق النقود. عرض النقود لما احنا عرفناه في المحاضرة عبارة عن مجموع وسائل الدفع الجارية او الحالية، ودي بتتكون من صافي النقد المتداول خارج البنوك او خارج الجهاز المصرفي، بالاضافة الى الودائع الجارية بالعملة المحلية للقطاعات غير الحكومية. عرض النقود او النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ده بيأثر في الطلب الكلي على السلع والخدمات، وبالتالي بنتكلم هنا عن مفهوم لعرض النقود اسمه عرض النقود بالمعنى الضيق M1، وده بيضم النقود الورقية والنقود المساعدة والودائع الجارية التي تتواجد في البنوك. كل ده لما بنجمعه مع بعض بنقول ده عرض النقود بالمعنى الضيق. هنا في مجموعة من العناصر انه بيتم استبعاد النقود التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي، يعني البنوك التجارية بتحتفظ ببعض الارصدة وفقا لمتطلبات البنك المركزي، بس مش بتحتفظ بها عندها كبنوك تجارية، انما بتحتفظ بهذه الودائع لدى البنك المركزي، دي بيتم استبعادها. ايضا يتم استبعاد الودائع الحكومية، بيتم التركيز على نقطة زمنية معينة وليس فترة، بيتم التركيز على عرض النقود الاسمي، وبالتالي بيتم استبعاد تغيرات الاسعار او المستوى او الخاص بالعرض النقود الحقيقي. احنا بنتكلم هنا عن عرض النقود الاسمي. طب ايه هي الادوات اللي يقدر من خلالها البنك المركزي انه يتحكم في عرض النقود؟ يمكن من الوهلة الاولى او النظرة الاولى ممكن الناس بكل بساطة تقول لك ان البنك المركزي يطبع مزيد من النقود، انما الكلام ده لا، خاطئ جدا. في ادوات لدى البنك المركزي يستطيع من خلالها انه يزود عرض النقود او يزود السيولة في الاقتصاد، وعلى الجانب الاخر يسحب او يمتص هذه السيولة. التلات ادوات دول هناخدهم في المنهج بتاعنا في الاقتصاد الكلي بشكل بسيط، لان في مادة النقود والبنوك ان شاء الله الترم الثاني هيتم التركيز عنهم بشكل كبير. اول اداة يستطيع البنك المركزي استخدامها للتحكم في السيولة سواء بالزيادة او النقصان، وكلمة سيولة هنا بنتكلم فيها عن عرض النقود، السوق المفتوح. يعني ايه بقى السوق المفتوحة؟ البنك المركزي عنده اختيارين، اما انه يدخل مشتري للاوراق الحكومية زي الاذونات الخزانة او السندات او غيره، او انه يخش بائع لهذه الاوراق. يبقى هو اما يخش مشتري او بائع. طيب امتى يدخل مشتري وامتى يدخل بائع؟ على حسب الحالة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المحلي. يعني مثلا في اوقات الانكماش الاقتصادي، كلمة انكماش الاقتصادي يعني الحركة واقفة، لا يوجد عملية بيع، لا يوجد عملية شراء، في عملية تراكم في المخزون، وبالتالي مصلحة البنك المركزي هنا انه يضخ سيولة او يزود السيولة او يزود عرض النقود. طب ازاي يزود السيولة؟ في الاداة الخاصة بالسوق المفتوحة ان هو يشتري الاوراق المالية اللي بحوزة الافراد والمؤسسات، وبالتالي هو بيشتري الاوراق المالية ويديهم مقابل ليها نقود، وفي هذه الحالة بيساهم في زيادة السيولة. طب العكس لو كانت اوقات التضخم، في اوقات التضخم من مصلحة البنك المركزي في الحالة دي انه يمتص او يسحب السيولة من الافراد. طب يسحبها ازاي؟ ان هو يبيع الاوراق المالية واذونات الخزانة للافراد والمؤسسات، وبالتالي بيسحب السيولة منهم ويديهم مقابل ليها اوراق مالية. اذا التدخل الخاص بالبنك المركزي على حسب الحالة الاقتصادية. بالنسبة للسوق المفتوح اول اداة، لو كان في انكماش اقتصادي يبقى الهدف زيادة عرض النقود عن طريق يشتري الاوراق المالية. لو كان الحالة الاقتصادية فيها تضخم يبقى الهدف تخفيض عرض النقود او تخفيض السيولة، وبالتالي بيدخل بائع للاوراق المالية. الاداة التانية اللي يقدر البنك المركزي انه يتحكم فيها في عملية السيولة او ضبط السيولة، حاجة اسمها اعادة الخصم او سعر اعادة الخصم، اللي هو لما بيبقى فيه اوراق تجارية او
غيره من الادوات زي اذونات الحكوميه للبنوك وغيره، لو ممكن عاوز تعمل عمليه تسييل يعني تحول هذه الكمبيالات الى سيوله حاليه، ممكن بتوديها للبنك ان هو بيخصم نسبه معينه ويديك المقابل بتاعها. يعني هي الكمبياله دي مثلا لسه ناقص الاستحقاق بتاعها شهر وانت عاوز الفلوس دلوقتي، فبيتم عمليه سيوله انه يدي لك المقابل الخاص بهذه الكمبياله بس بشرط بيخصم نسبه معينه. نسبه الخصم دي بنسميها، لو انت الاول بتتعامل مع البنك يبقى بنسميها سعر الخصم. البنك التجاري بياخد نفس الاوراق يخصمها عن طريق البنك المركزي فبيسميها اعاده الخصم. يبقى اعاده الخصم هي العلاقه ما بين البنك المركزي والبنك التجاري، انما معدل الخصم او سعر الخصم نفسه هي العلاقه ما بين العميل وما بين البنك التجاري. طيب امتى بقى ارفع او اقلل الخصم وعاده الخصم من القصه دي؟ في اوقات الانكماش الاقتصادي نفس الكلام، الهدف زياده عرض النقود، اذا البنك المركزي هيخفض سعر الخصم، سعر اعاده الخصم، وبناء عليه بالتبعيه البنوك التجاريه تخفض سعر الخصم للعميل. يعني مثلا لو انت معاك كمبياله ب 1000 جنيه وهتستحق بعد شهرين، والبنك التجاري عاوز يخصمها، البنوك التجاريه عاوز تخصمها من البنك المركزي يعني تديله ثمن السيوله بتاع الكمبياله دي، فمثلا نفترض ان سعر اعاده الخصم في الحاله دي 10%. طب لو البنك المركزي عاوز يزود السيوله يروح مقلل سعر اعاده الخصم، بدل ما هو 10% مثلا نخليه 7%، وبناء عليه البنك التجاري بالتبعيه هيخفض سعر الخصم للعميل. وهنا يبقى بالتبعيه في حاله سعر اعاده الخصم يتم تخفيضه اذا كان هدف البنك المركزي زياده عرض النقود او زياده السيوله. العكس في حاله التضخم، البنك المركزي عاوز يمتص او يسحب السيوله دي، فبيعمل ايه؟ بيرفع سعر اعاده الخصم، بدل ما هو 10 يبقى 15%، عشان اعمل لك سيوله للكمبياله دي هخصم منك 15%، هخصم منك 20%. ليه؟ انا مش عايزك تعمل سيوله بس بطريقه غير مباشره هرفع سعر اعاده الخصم علشان لا تلجأ للسيوله دلوقتي. وبالتالي بالتبعيه البنك التجاري طالما البنك المركزي رفع عليه سعر اعاده الخصم، فالبنوك التجاريه بالتبعيه هترفع سعر الخصم للعميل علشان يفضل ان هو ينتظر حتى يتم استحقاق هذه الاوراق. الاحتياط القانوني دي الاداه الثالثه. الاحتياط القانوني دي نسبه الزاميه البنك المركزي بيحددها للبنوك التجاريه علشان يقدر يتحكم في عمليه خلق الائتمان او القروض اللي بتمنحها هذه البنوك. فلو مثلا افترضنا ان الاحتياط القانوني ده 15%، معناه ان اي ودائع لدى اي بنك تجاري لازم البنك يحتفظ ب 15% منها والباقي يقدر يتصرف فيه ويدي قروض الى اخره. فهنا بقى ازاي اشتغل على واغير نسبه الاحتياط القانوني؟ على حسب الحاله الاقتصاديه. في اوقات الانكماش الاقتصادي يعني عايزين نزود عرض النقود، يبقى البنك المركزي هنا يخفض نسبه الاحتياط القانوني. مثلا بدل ما هي 15 اقول للبنوك التجاريه لا احتفظوا ب 10% بس، وتقدر ال 90% الباقيه اشتغل عليها ود قروض زي ما انت عايز. في اوقات التضخم هزود نسبه الاحتياط القانوني، مثلا بدل ما هي 15 اقول له لا 25%، وبالتالي بحد من قدره البنوك على القيام بالائتمان والتصرف والتاثير على السيوله. اذا انا عندي ثلاث ادوات اساسيه البنك المركزي بيستخدمهم علشان يعمل عمليه ضبط العرض النقود: السوق المفتوحه، اعاده الخصم، الاحتياط القانوني. كل حاله فيهم بتختلف على حسب الوضع الاقتصادي اللي احنا بنعيشه. اذا كان اوقات انكماش اقتصادي يبقى الهدف زياده السيوله او زياده عرض النقود. اذا كنا في اوقات تضخم يبقى الهدف تخفيض عرض النقود او تخفيض السيوله. عرض النقود وفقا للمتعارف عليه في النظريه الاقتصاديه هو متغير خارجي. يعني ايه متغير خارجي؟ يعني لا يتاثر بعمليه سعر الفايده، وبالتالي هو بيتحدد من خلال قرارات من جانب البنك المركزي. علشان كده شكل المنحنى بياخد شكل خط مستقيم راسي M1 اهو، خط مستقيم راسي. طب ايه اللي حصل بقى في حاله زياده السيوله او زياده عرض النقود من خلال الادوات اللي احنا لسه بنتكلمين عنها دلوقتي اللي هي الحاله دي؟ لو البنك المركزي دخل مشتري او خفض سعر اعاده الخصم او خفض الاحتياط القانوني،
سوف ينتقل منحنى عرض النقود من M1 لM2، وبالتالي احنا عاوزين نزود عرض النقود للخروج من حالة الانكماش الاقتصادي. طب الشكل المقابل ده M1 او عرض النقود الاصلي بتاعي، وانا هنا انخفض عرض النقود من M1 لM3، وبالتالي انتقل الخط او المنحنى بتاع عرض النقود جهة اليسار. طب ده بيحصل امتى؟ في حالة زي ما احنا شفنا قبل كده، في حالة اوقات التضخم والهدف هو تخفيض السيولة او تخفيض عرض النقود، يعني البنك المركزي اما يدخل بائع الاوراق المالية او يرفع سعر اعادة الخصم او يرفع نسبة الاحتياطي القانون. اذا التأثير الخاص بعرض النقود ان المنحنى ينتقل كله اما جهة اليمين او جهة اليسار. الطلب على النقود، الطلب على النقود المقصود بيها كمية النقود التي ترغب العناصر الاقتصادية، وهنا العناصر الاقتصادية نقصد بيها سواء كانوا افراد او مؤسسات او مشروعات في حيازتها في شكل سيولة او سائل، وبالتالي يطلق على الطلب على النقود تفضيل السيولة، يعني كمية النقود اللي انت يستطيع الفرد او المؤسسة او يرغب ترغب الافراد او المؤسسات في الاحتفاظ بها في شكل سيولة كاش، انا عندي سيولة بكذا. اول من سلط الضوء على الطلب عن النقود واهمية النقود هو الاقتصاد الشهير كينز، يمكن الكلاسيك، ودي نقطة مهمة جدا، الفرق ما بين الكلاسيك وكينز، ان الكلاسيك يتعاملوا مع النقود على انها فقط وسيط للتبادل ولتسهيل المعاملات فقط، وليس لها اي تأثير، وان النقود لا تطلب لذاتها، يعني ما فيش تفضيل سيولة بالنسبة للكلاسيك. بالنسبة لكينز لا، كينز قسم الدوافع الطلب على النقود لثلاث عناصر، الطلب على النقود بدافع المعاملات، ودي بيعتمد بشكل اساسي جدا على الدخل، يعني ايه معاملات؟ سواء للافراد انت بتقوم بعملية شراء لبعض المنتجات، ولو انت بتعرض بعض الخدمات، وبالتالي انت بيبقى عندك كمية نقود محتاجة للحياة اليومية، ده بالنسبة للافراد. بالنسبة للمشروعات نفس القصة، المشروعات بتشتري مواد خام، بتشتري متطلبات انتاج، وبالتالي بتحتاج في العمليات المختلفة ان يكون معها نقد سائل لمواجهة المعاملات اليومية الخاصة بها للانتاج. يبقى هنا المعاملات سواء كان للافراد او المشروعات بتعتمد على الدخل، يبقى الطلب على النقود بدافع المعاملات يعتمد على الدخل وليس له علاقة بسعر الفائدة. النوع الاخر الطلب على النقود بدافع الاحتياط، دايما كلمة احتياط او التحوط معناها ان في احداث غير متوقعة ممكن تحصل في المستقبل، وبالتالي لازم احتفظ بكمية من النقود، سواء كنت بتكلم على افراد او بتكلم على مشروعات، بحتفظ بكمية من النقود لمواجهة الاحداث غير المتوقعة في المستقبل. يبقى الطلب على النقود بدافع الاحتياط ان ممكن اي احداث تحدث في المستقبل، وبالتالي بشيل كمية نقود او بحتفظ بكمية من النقود لمواجهة هذه الاحداث. نفس الامر الطلب على النقود بدافع الاحتياط يعتمد بشكل رئيسي على الدخل وليس سعر الفايدة. اذا انا عندي دافعين، دافع المعاملات ودافع الاحتياط، الاتنين بيعتمدوا على الدخل وليس لهم علاقة بسعر الفايدة. طب ايه بقى الطلب على النقود بدافع المضاربة؟ دايما المضاربة الهدف منها هو تحقيق ربح، كلمة مضاربة الهدف منها هو او معناها العمل على تحقيق ربح، وبالتالي في الامور دي انا بتكلم هنا ان الطلب على النقود بدافع المضاربة تعتمد بشكل رئيسي على معدل الفايدة. ليه؟ كل ما معدل الفايدة على السندات يزيد، انا كمية النقود السايلة معايا هتقل عشان هروح اجري اشتري سندات. يبقى الطلب على النقود بدافع المضاربة كل ما سعر الفايدة او معدل الفايدة على السندات يزيد، يبقى السيولة اللي انا شايلها هتقل، وبالتالي اروح اشتري سندات. كل ما معدل الفايدة على السندات يقل، مش هيبقى مربح ان انا اروح اشتري سندات، وبالتالي هفضل ان انا يكون عندي سيولة اكتر، لحد ما اصل الى مرحلة اسمها مرحلة مصيدة السيولة. يعني ايه مصيدة السيولة؟ المعدل الفايدة بيبقى منخفض جدا لدرجة ان انا افضل الاحتفاظ بالنقود معايا ولا ان اروح اشتري اي سندات. يبقى هنا الطلب على النقود بدفع المعاملات والاحتياط الاثنين يعتمدوا على الدخل وليس لهم علاقه بسعر الفايده او معدل الفايده. الطلب على النقود بدافع المضاربه
يعتمد بشكل رئيسي على معدل الفايدة، وبالتالي كل ما معدل الفايدة على السندات يزيد السيولة اللي أنا معايا بتقل، بروح أشتري على طول السندات. كل ما معدل الفايدة على السندات يقل السيولة بتاعتي بتزيد. طب تعال نشوف كده الرسومات البيانية. ده الطلب النقود، عشان الطلب على النقود بدفع المعاملات والاحتياط زي بعض، بيعتمدوا على الدخل وليس لهم علاقة بسعر الفايدة. جمعنا الاتنين دول في رسمة واحدة كده، الطلب على النقود بدفعي المعاملات والاحتياط، لانهم هما الاتنين يعتمدوا على الدخل وليس لهم علاقة بسعر الفايدة. تعال نبص هنا، ادي سعر الفايدة وده الطلب على النقود L1 function في Y1، يعني بيعتمد على الدخل واحد. اذا الطلب على النقود بدافع المعاملات، بالنسبة لسعر الفايدة لا توجد اي علاقة، علشان كده شكل الطلب على النقود بدافع دفعي المعاملات والاحتياط خط مستقيم رأسي. طب لما الطلب على النقود ده بيزيد ينتقل المنحنى كله ناحية اليمين او جهة اليمين، لما الطلب على النقود بيقل ينتقل المنحنى كلية جهة اليسار. انما الشكل دي التاني هنا، الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط وعلاقته بالدخل، انما هنا علاقته بسعر الفايدة، هنا في علاقته بسعر الفايدة لا توجد علاقة عشان شكل المنحنى كده. انما علاقة الطلب على النقود بدافعي المعاملات والاحتياط والدخل واضح جدا من الشكل ده انها علاقة طردية. وبالتالي عند المستوى الدخل الاولاني Y كان الطلب على النقود للمعاملات والاحتياط L1، لما الدخل زاد من Y ل Y شرطة الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط زاد من L1 الى L1 شرطة وهكذا. يبقى اذا هنا هناك علاقة طردية ما بين الدخل، كلما زاد الدخل كلما زاد الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط. الطلب بقى الغريب خالص اللي ملوش علاقة بالقصة دي وخرج عن الموضوع، اللي هو الطلب على النقود بدافع المضاربة. احنا قلنا الطلب على النقود بدافع المضاربة يعتمد على سعر الفايدة او معدل الفايدة وليس له علاقة بالدخل. كلما ارتفع سعر الفايدة السيولة اللي معايا هتقل وهروح اشتري بيها السندات. كلما ارتفع سعر الفايدة على السندات السيولة بتاعتي بتقل وهروح اشتري السندات. طب العكس، كلما انخفض سعر الفايدة بتاع السند انا هفضل الفلوس تبقى معايا موجودة ومش هعمل اي عملية مضاربة لغاية ما اصل الى مرحلة مصيادة السيولة. يعني ايه مصيادة السيولة؟ اقل مستوى لسعر الفايدة اللي يخليني اصل الى مرحلة ان السيولة كلها تبقى معايا ولا ارغب ابدا في القيام باي عملية مضاربة. طيب لما نجمع بقى الرسومات دي كلها او الانواع المختلفة للطلب على النقود في شكل واحد، احنا قلنا بالنسبة بقى لسعر الفايدة، سعر الفايدة والطلب على النقود L1 اللي هو الطلب على النقود للمعاملات والاحتياط، طلب على النقود معاملات والاحتياط وسعر الفايدة لا توجد علاقة، علشان كده شكل المنحنى شكل خط مستقيم رأسي. الطلب على النقود بدافع المضاربة لا، بيعتمد بعلاقة عكسية مع سعر الفايدة، وبالتالي اللي احنا بنقوله ده مصيادة السيولة، هو اللي هو معدل الفايدة المنخفض جدا الذي يؤدي الى تفضيل السيولة بشكل كتير جدا عن القيام بعملية المضاربة. لما جمع الشكلين دول مع بعض يديني الطلب الكلي على النقود، علشان كده لما تلاحظ ان منحنى الطلب الكلي على النقود هو شبه المنحنى ده بس بيبعد شوية. ليه بيبعد شوية؟ لان المنحنى ده عبارة عن جمع الطلب الكلي الخاص بالطلب على المضاربة نقود بهدف المضاربة والطلب على النقود بدافعي المعاملات والاحتياط. اذا الطلب الكلي على النقود اللي بتساوي L1 اللي هو function في Y او دالة في Y اللي هو ده، زائد L2 اللي هو الطلب على النقود بدافع المضاربة اللي هو دالة في معدل الفايدة. ده الشكل التفصيلي لمنحنى الطلب الكلي على النقود عند مستوى معين من الدخل. يعني ده الطلب الكلي على النقود بياخد 3 مراحل. المرحلة الاولى لا توجد علاقة مع سعر الفايدة، وده الخاص بعملية الطلب على النقود بدفعي المعاملات والاحتياط. بعد كده بياخد علاقة عكسية، وده الخاص بالطلب على النقود بدفع المضاربة. وبعد كده بياخد الشكل ده اللي بنقول عليه مصيادة السيولة.
طب لو مستوى الدخل زاد، المنحنى نفسه بتاع الطلب على النقود ينتقل جهة اليمين، بعد كده لو زاد تاني ينتقل جهة اليمين إلى مستوى آخر من مستويات الفايدة. طب شكل بقى منحنى ال ام، لو نركز مع بعض ان انا عندي منحنى ال ام بيعكس التوازن في سوق النقود، وفي منحنى اخر اسمه منحنى اي اس اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضرة، ده بيعكس التوازن في سوق السلع والخدمات. شكل منحنى ال ام 3 مراحل، مرحلة مصيدة السيولة، وقلنا مصيدة السيولة المستوى من سعر الفايدة التي يفضل او الذي يفضل عنده الحائز النقود انه يحتفظ بالسيولة كاملة وعدم القيام باي مضاربة. بعد كده بياخد شكل طبيعي جدا في الجزئية دي، ده الجزء الاوسط من منحنى ال ام، وهنا بتبقى العلاقة طردية ما بين الدخل وسعر الفايدة. بعد كده بيتحول الى شكل مستقيم رأسي، وبالتالي هنا لا توجد علاقة ما بين الدخل وسعر الفايدة. طب في حالة زيادة النقود او زيادة كمية النقود الى اخره، ينتقل منحنى ال ام في الجزء الاوسط من هنا الى مستوى اخر ال ام 2، وبالتالي يبقى الجزء الخاص بمصيدة السيولة ثابت عند كافة المستويات. طب لو ال ام انخفض ينتقل جهة اليسار برضو اعتبارا من الجزء الاوسط الى الجزء الثالث، ويبقى مصيدة السيولة كما هي. اذا التغيرات اللي بتحصل في منحنى ال ام مصيدة السيولة ثابتة، انما الجزئين الجزء الثاني والجزء الثالث هو اللي بيحصل فيهم عملية التأثير. التوازن الكلي بقى، يعني امتى الاقتصاد يصل الى مرحلة توازن على المستوى الكلي؟ احنا قلنا اي اس ده اللي هو بيعكس العلاقة او التوازن في سوق السلع والخدمات، او ممكن اقول عليها التوازن العيني او الحقيقي. ال ام اللي هو يعكس التوازن في سوق النقود، اللي هي العلاقة ما بين عرض النقود والطلب على النقود. طب ادي منحنى اي اس يعكس علاقة عكسية، منحنى اي اس احنا قلنا اي تشير الى الاستثمار والاس تشير الى الادخار، ده شكل منحنى اي اس يعكس علاقة عكسية. وادي منحنى ال ام بالثلاث مراحل بتاعته، دي مرحلة مصيدة السيولة، المستوى من سعر الفايدة اللي بيخلي الفرد او المؤسسة ترغب في الاحتفاظ الكامل بالسيولة وعدم القيام باي رغبة في المضاربة، وده الجزء الاوسط اللي بيعكس علاقة طردية ما بين الاستثمار ما بين السعر الفايدة وما بين الدخل، وده الجزء الاخر اللي بنسميه لا يوجد علاقة ما بين الدخل وسعر الفايدة. نقطة التوازن بتتحقق هنا في الجزء الاوسط ما بين منحنى اي اس وما بين منحنى ال ام، وبالتالي هنا ده بقول عليه سعر الفايدة التوازني، وده مستوى الدخل التوازني على المستوى الكلي. طب سؤال، لو منحنى اي اس انتقل جهة اليمين في الجزء ده، ايه اللي يحصل لو منحنى اي اس انتقل جهة اليمين في الجزء ده؟ ولو انت شايف كده قدامي، ممكن مستوى الدخل هنا في الحالة دي هيزيد، وايضا سعر الفايدة هيزيد. طب لو منحنى اي اس انتقل جهة اليسار، هيبقى عندي مستوى سعر الفايدة هيقل والدخل هيقل. ليه؟ يبقى انا عندي هنا الجزء الخاص او الجزء الاوسط ممكن يحصل فيه اي انتقالات لمنحنى اي اس. طب لو منحنى ال ام زاد، هيبقى عندي منحنى تاني بس نفس نقطة الاصل الخاصة بالسيولة، وده اللي هنشوفه هنا في الشكل ده. الشكل ده بيوضح لي هنا ازاي ان نفس منحنى اي اس ثابت كما هو، ولكن التغير اللي حصل في سوق النقود او الطلب والنقود والعرض من النقود. ده المستوى الاولاني، التوازن الاولاني اي نود وواي نود هنا عند النقطة بي عند تقاطع اي اس مع ال ام في الجزء الاوسط. هنا ال ام حصل له عملية زيادة، يعني حصل توسع في السياسة النقدية عموما او زادت عرض النقود، وبالتالي في الجزئية دي بيبقى عندي ال ام 2، نفس الجزء الاولاني هو هو بتاع مصيدة السيولة، ولكن الجزء الثاني والثالث بينتقل جهة اليمين. طب ايه اللي حصل؟ هنا مستوى الدخل زاد في الحالة دي، ولكن مستوى معدل الفايدة انخفض، مستوى معدل الفايدة انخفض،
وبالتالي هنا بيبقى عنده نقطة توازن ما بين سوق السلع والخدمات اللي هو منحنى اي اس وما بين سوق النقود اللي هو منحنى ال ام. وبكده نكون انتهينا من المنهج الخاص بالاقتصاد الكلي. اتمنى من حضراتكم ان شاء الله تركزوا جدا في الكتاب، لان الامتحان ان شاء الله هيكون من الكتاب، ونذاكر كل الموضوعات، نذاكر كل الرسومات، لان ان شاء الله هيكون اللي فهم المحاضرات الموجودة مع الكتاب يقدر ان هو ينجح ويجيب تقدير. استمتعت مع حضراتكم بالمنهج، وان شاء الله نشوف حضراتكم في السنة القادمة في سنة ثالثة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.